أهلا بكم وإلى العناوين. هجوم انتحاري يستهدف معسكرا أمنيا في سيناء وسقوط جرحى. الجيش العراقي يحكم سيطرته على العلم قرب تكريت ويتقدم في الأنبار. أوباما يرفض تهديدات الجمهوريين بشأن النووي الإيراني، وزعيم الديمقراطيين يصفها بالهجوم الصبياني. مقتل قائد عملية اللجان الشعبية في اشتباكات اندلعت فجرا بين اللجان وقوات الأمن في محيط مطار عدن الدولي. أصيب عدد من جنود الأمن المركزي في هجوم انتحاري استهدف معسكرا أمنيا في منطقة المساعيد شمال سيناء. وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أكثر من 20 جريحا نتيجة الهجوم. ومن القاهرة ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد سليمان. محمد، هل من شهداء؟ ماذا عن الحصيلة النهائية للجرحى وتفاصيل أكثر؟ تفضل. نعم، يعني بحسب مصادر طبية أكدت أن عدد المصابين 27 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات بالعريش حتى الآن. طبعا من بينهم مصابين مدنيين وجنود تابعين للأمن المركزي. العملية بحسب شهود العيان أن هناك سيارة مفخخة قام انتحاري بتفجير نفسه بالقرب من مبنى للأمن المركزي، مبنى أمني، وتم تحطيم الجدار وعدد كبير من النوافذ وسقط عدد من المصابين. لحتى الآن لا حصيلة للوفيات بين المصابين. ننتظر بيان من وزارة الصحة أو معلومات إضافية من الجيش المصري بعد قليل. نعم، هذه العملية تأتي يعني قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي. أنت كما تعلمين أن هناك لجنة موحدة تم تشكيلها بالجيش المصري لهذه المنطقة لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء بقيادة اللواء عسكر والفريق عسكر. وبالتالي منذ آخر عملية قبل شهرين التي تمت وتم تشكيل هذه اللجنة لم تكن هناك عمليات ضخمة للجماعات المسلحة في منطقة شمال سيناء، ولكن كانت عمليات بسيطة، تفجير عبوة نسيفة وغيرها، ولكن هذه العملية الأولى التي تتم بعد تشكيل لجنة من الجيش المصري لمكافحة الإرهاب. نعم، طب هل من أحد تبنى هذا أولا، وهل يعني من ردود فعل رسمية؟ دعينا نؤكد أن هذه المنطقة، منطقة يعني محافظة شمال سيناء ومنطقة العريش بشكل عام، لم تتم فيها عملية منذ عام تقريبا إلا وأعلنت عنها جماعات تابعة لمسلحة تابعة لتنظيم داعش. يعني كانت جماعة أنصار بيت المرصد التي أعلنت ولاءها لداعش بعد ذلك، وأصبحت ولاية سيناء هي التي تعلن دائما عن تفجير أو عن القيام بمثل هذه العمليات. وبالتأكيد هم الجماعة الأكبر حجما وعددا في هذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد سليمان، وسنكون معك لموافاتنا في أي جديد. قتل 12 مسلحا من داعش وأصيب آخرون بقصف جوي استهدف مراكز للتنظيم في قضاء تلكيف شمال الموصل. ميدانيا أيضا حررت القوات العراقية ناحية العلم بمساندة الحشد الشعبي، ورفع العلم العراقي فوق مبنى المديرية. وتواصل القوات الأمنية تقدمها للسيطرة على الناحية بالكامل، ووصلت القوات الأمنية إلى أقل من 5 كيلومترات من مجمع القصور الرئاسية في تكريت، كما سيطرت القوى الأمنية على عدد من آبار النفط شمال شرق تكريت. بالتقدم توصف العمليات العسكرية في العراق، ثبت الجيش مواقعه في المناطق التي تقدم إليها ووجه أنظاره نحو الهدف المقبل. ففي الأنبار أصبح مدخل الكرم الشمالي شرق الرمادي تحت السيطرة الكاملة، وتم تحرير منطقة القناطر شمال شرقي قضاء الكرمة بعد انسحاب قيادات داعش نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم. مصادر من داخل محافظة الأنبار أكدت الأخبار، لافتة إلى انهيار كبير في صفوف التنظيم واستقبال مئات الجرحى إثر المعارك شرقي المحافظة. كما أن الجيش دمر نفقا لداعش وسط مدينة الرمادي وقرب مجمع الدوائر الحكومية في عملية أمنية دقيقة عسكريا واستخباراتيا. وفي محافظة صلاح الدين سيطرة للقوات الأمنية أيضا على المدخل الجنوبي لناحية العلم شرق تكريت، واقتراب لحدود 5 كيلومترات تقريبا عن مجمع القصور الرئاسية الذي وقعت فيه مجزرة سبايكر. من جهات أربع أحكمت القوات الأمنية سيطرتها على مدينة تكريت بما فيها الجسر الرابط بين تكريت العلم شرقا. أشبه بالزحف، هكذا تصف القيادة العسكرية للعمليات الأمنية تحركها باتجاه مناطق سيطرة داعش. تعزيزات عسكرية، آليات عندنا تشوفها قدامك،
أسلحة متطور، إسناد لإخواننا، تحرير إن شاء الله منطقة تكريت وصلاح الدين والعالم كلها إن شاء الله. وبحسب هذه الخطة أعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير قرى جنوب ناحية العلم. أما شمالا فتعمل قوات البيشمركة على خط موازن تستعيد السيطرة على قرى جنوب غرب كركوك، وتحكم السيطرة على الطريق الرئيسي الرابط بين الموصل وناحية الرياض والمعسكر التابع للواء 74 للجيش العراقي جنوب كركوك أيضا، وتصل إلى مشارف قضاء الحواجة مشعلة بذلك محور جنوب غرب كركوك. وفي كركوك شنت قوات البشمركة هجوما واسعا جنوبي المدينة وغربها. الهجوم سبقه قصف مدفعي وجوي من طائرات التحالف التي استهدفت 40 مركزا حيويا للتنظيم في المنطقة. محمد كريم. قوات البيشمركة تشن هجوما بهدف تطويق واستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بقضاء الحويجة، أحد أهم معاقل داعش جنوب غربي كركوك. الحملة كانت مدعومة بالطائرات التي استهدفت 40 مركزا للتنظيم قبيل بدء العملية العسكرية في المنطقة. هدفنا مفرق طريق رئيسي الرياس والحويجة، الحمد لله حررنا مفرق والقرية سلطان مرعي واللاخ منطقة السكة قديمة، ولحد هذه النقطة واقفين فيها سيطرة مال لواء 47. ناحية ملا عبد الله بقبضة القوات الكردية التي تمكنت كذلك من تحرير 5 قرى في محور الدبس وقريتين في مكتب خالد، فيما أصبح الطريق الرئيس الرابط بين الموصل وناحية الرياض مقطوعا أمام تحركات الإرهابيين. هاجمنا عليهم من 3 محاور، من تل ورد، من ملا عبد الله، وعليه وانتصرنا عليهم. إن شاء الله نتقدم لقدامهم هنا ومرفوع الرأس إن شاء الله. تل ورد وداعش وحويجة والأخوان مزيان. هاجمنا مقرات داعش في مناطق تل الورد القريبة من الحويجة وتمكننا من السيطرة عليها. إغلاق المنافذ أمام المتشددين هدف آخر أفرزته معارك جنوب كركوك، معارك تتركز في المثلث الذي يربط ناحية الرياض والحويجة بمنطقة الفتحة شمال تكريت، والذي سجل هرب عدد كبير من قيادات داعش من شمال صلاح الدين باتجاه الموصل. هذا وتتحدث المصادر العسكرية في إقليم كردستان عن وجود تنسيق عالي المستوى مع القوات العراقية والحشد الشعبي، تنسيق يسير وفق عنوان القتال ضد عدو واحد مشترك. محمد كريم أربيل، الميادين. رأى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن إيقاف تسلل الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم سيمكنان العراق من القضاء على تنظيم داعش. وخلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي، شدد العبادي على أهمية استمرار الدعم الدولي في مجالات التدريب والتسليح والطلعات الجوية. أعرب رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي عن قلقه من احتمال تفكك التحالف ضد داعش إذا لم تتولى الحكومة العراقية تسوية الانقسامات الطائفية في البلاد. ديمبسي وفور وصوله إلى البحرين آتيا من بغداد قال إن العلاقات بين بغداد وطهران باتت تثير قلق بلاده. يجب أن نعترف بأن الحرب على داعش هي حرب عراقية وأمريكا تدعمها للعكس، وإذا ما طلب العراق الدعم الإضافي سنأخذ هذا الطلب في الاعتبار. إن أمريكا تلاحق داعش في أي مكان ولنا الأولويات في طريقة ملاحقة الإرهابيين، كما أننا لن نستطيع هزيمة داعش إذا لم نقضي على إيديولوجيتها. من جهته أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في المؤتمر الصحفي المشترك مع ديمبسي، أكد أن إيران ساعدت العراق كثيرا في الحرب ضد داعش، وأشار إلى أن 1200 مقاتل من أبناء صلاح الدين يقاتلون مع الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء. لا يخفى على الجميع وضع المؤسسة العسكرية في المرحلة السابقة وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة والتجهيزات للجيش العراقي، وحقيقة احنا من خلال زياراتنا طلبنا المساعدات من اغلب الدول اللي تربطنا علاقات استراتيجية معها، وكانت على رأسها قوات التحالف والولايات المتحدة الامريكية. حقيقة ايران تساعد في مجالات معينة، وضمن طلباتنا ايضا عندما نحتاج الى شيء موجود في ايران ممكن ان نستفاد من عنده وكذلك من الجانب الامريكي. ايران تساعد الحشد الشعبي بشكل كبير وتساند القوات الشعبية في العراق.
في سوريا، حيث أحكم الجيش سيطرته على قريتي جحار وجزل بعد انسحاب عناصر داعش منهما. وكان الجيش السوري قد استعاد قبل يومين حقل جزل النفطي في ريف حمص الشرقي. ميدانيا أيضا قتل أكثر من 20 مسلحا، بينهم قيادي في الجيش الحر بغارة جوية استهدفت مقرا لهم في تلبيسة بريف حمص الشمالي. وفي ريف حلب تصدى الجيش السوري لهجوم المسلحين على بلدة حندرات ومزارع الملاح، وقتل في المواجهات عشرات المسلحين معظمهم من جبهة النصرة. تتسع ظاهرة الانشقاقات ضمن صفوف الجيش الحر وخاصة في محيط العاصمة دمشق. فبعد جيش الأمة انتقل لواء الأنفال بأكمله إلى خندق الجيش السوري ليقاتل ضمن وحدات الدفاع الوطني على الجبهات الجنوبية لدمشق. ما العوامل التي أدت إلى مثل هذه الظاهرة؟ وهل يمكن أن تتسع ديما مصيف؟ هذا هو لواء الأنفال. الصور تظهر المعارك التي كان يخوضها في الجبهة الجنوبية. 3 أشهر من الاتصالات السرية كي تعبر هذه الأسلحة ويغير اللواء وجهة إطلاق النار ويوجه بندقيته نحو الجيش الحر على الجبهة نفسها التي جاء منها في الذيابية التي كانت معقله قبل أن يقع الخلاف مع المقاتلين الأجانب. كانوا يعتقدون سابقاً هؤلاء أتون لتحسين أوضاعهم، لرفع الظلم عنهم وما شابه ذلك من الدعاءات. الآن علموا أن هؤلاء أداة لقتل الشعب السوري وتدمير مقدرات سوريا. جيش الأمة سبق الأنفال، لكنه انضم إلى الجيش السوري بعد مذبحة تعرض لها على أيدي مقاتلي جيش الإسلام. جيش الأمة جاء بالمسلحين وعائلاتهم. البيئة الاجتماعية الحاضنة بأكملها انتقلت مع المسلحين وأسرهم إلى جبهة الجيش السوري. الجيش الإسلام فرطوا للجيش الأمة مشان تضل القيادة الأولى هي لزهران علوش، وهربنا. القياديين اللي عنا انكمشوا ونحطوا بسجون، لحنا هربنا قبل ما ننكمش، لأنه إذا انكمشنا تهمتنا سهلة والله أعلم شو بصير فينا بالتوبة أو بالباطون. لكن هذه الانشقاقات لا تحصل من دون مخاطر الاختراقات الأمنية. في عنا بعض الحالات اللي تبين أنه حالات احتيالية، وطبعا هذا موضوع سهل جدا عم يتم التعامل معه بكل بساطة. وعنا حالات لأشخاص قدموا بطولات، فلذلك أنا بعتبر هذه تجربة كتير ممتازة في حال أنه استمرت طبعا مع تقنينة مع تنظيمة أكثر. تبدو الغوطة مختبرا لاسترداد السلاح والبيئة الحاضنة وإعادة تشكيلها ووضعها على جبهات القتال ضد الجماعات الجهادية الأجنبية بنحو خاص، والتي تعد أحد أبرز دوافع الانشقاق للعائدين إلى جبهات الجيش السوري. ليست الاتصالات السرية والعمليات الأمنية وحدها من جاء بلواء الأنفال وجيش الأمة إلى خندق الجيش السوري. 4 أعوام دون أفق سياسي وتحول الغوطة إلى غنيمة لأمراء الحرب وفريسة هيئاتها الشرعية وسياسة التجويع والحصار وهيمنة المقاتلين الأجانب، كلها أسباب خلقت أرضية لانشقاق المسلحين. ديما نصيف، دمشق، الميادين. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تركيزه الآن ينصب على رؤية ما إذا كان بإمكان المفاوضين التوصل إلى اتفاق أم لا، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق برغم موقف الجمهوريين. وفي حديث صحفي في البيت الأبيض رفض أوباما تهديد الجمهوريين، منتقدا وضعهم لأنفسهم في صف من سماهم المتشددين الإيرانيين الذين يعارضون الاتفاق على حد تعبيره. أعتقد أنه من المثير للسخرية إلى حد ما أن نرى طرح بعض أعضاء الكونغرس لقضية مشتركة مع المتشددين في إيران. إنه تحالف غير عادي. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد هاجم رسالة الجمهوريين إلى الإيرانيين ووصفها بأنها صفعة قوية للمفاوضات الدبلوماسية وهجوم سياسي صبياني. وقال ريد أنه لم يسبق للكونغرس أن تدخل على نحو مباشر في مفاوضات دولية. هذا ليس وقتا مناسبا لتقويض جهود قائدنا الأعلى، وعلينا أن نجري نقاشا جادا حول السياسة الخارجية. لم يسبق لحزب سياسي واحد أن تدخل مباشرة في مفاوضات دولية بغية تحقيق هدف وحيد وهو إحراج الرئيس. غالبية النواب الجمهوريين كانوا قد حذروا إيران من أن أي اتفاق مع باراك أوباما لن يدوم إلا بموافقة الكونغرس. وأكد الجمهوريون أن الكونغرس وحده يملك سلطة رفع العقوبات. ولفت النواب الجمهوريون إلى أن الرئيس المقبل قد يبطل تنفيذ قرار رفع العقوبات إذا وافق أوباما على تعليقها.
قتل جمال المستدحى قائد عمليات اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في اشتباكات مع الأمن في محيط مطار عدن الدولي. مراسل الميادين أفاد بأن الاشتباكات التي اندلعت فجرا استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر من اللجان الشعبية الموالية لهادي وقوات من الأمن المركزي في محيط المطار. ذكر مصدر رسمي سعودي أن دول الخليج أعلنت موافقتها على عقد مؤتمر في الرياض للخروج من الأزمة في اليمن. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رسالة وجهها إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على بلاده. وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال إن أوباما قرر أن يخوض معركة لإسقاط الحكومة في فنزويلا. كما أشاد مادورو بالمسؤولين السبعة الذين عاقبتهم الحكومة الأمريكية وعين واحدا منهم وزيرا للداخلية. قرر الرئيس أوباما وضع نفسه في مربع لا مخرج منه، سيتذكر في المستقبل قراره اليوم بالعدوان ضد الشعب الفنزويلي. الشعب الفنزويلي هو شعب نبيل ومسالم، وليس لديك الحق في مهاجمته ولا في أن تعلن أن فنزويلا تمثل تهديدا لشعب الولايات المتحدة. أنت هو من يمثل تهديدا للأمريكيين، أنت من يقرر الغزو والقتل وتمويل الإرهاب في العالم. قتل عشرة أشخاص بينهم رياضيون فرنسيون إثر تصادم طائرتين مروحيتين في إقليم لاريوخا غرب الأرجنتين، ومن بين ضحايا التحطم أبطال أولمبيون في الملاكمة والسباحة وفق ما أعلن قصر الإليزي. وقد وقع الحادث أثناء تصوير برنامج تلفزيوني لمصلحة قناة فرنسا الأولى. إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع تيما روماني. تيما صباح الخير. صباح الخير. تفضلي. شكرا لك. صباح الخير مشاهدينا الأعزاء. نبدأ جولتنا مع صحيفة الشرق الأوسط. قوى يمنية ترحب بمؤتمر الرياض ووساطة روسية لإقناع الحوثيين. 20 وزيرا أفلتوا من قبضة أنصار الله ووصلوا إلى عدن. والسعودية أمن الخليج واليمن واحد. الجمهوريون لطهران بجرة قلم، الرئيس الأمريكي المقبل سيلغي اتفاقكم مع أوباما. وزراء الخارجية العرب دعوة ملحة لإنشاء قوة أمنية عربية مشتركة. طالبوا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ودعوا إلى حل سلمي لقضايا اليمن وسوريا. وننتقل إلى الصحف البحرينية واخترنا منها صحيفة الوسط. البيت الأبيض يندد بموقف الجمهوريين من النووي الإيراني. وفي الوسط أيضا، مقرر التعذيب ما زلت مستعدا لزيارة البحرين. ومن الصحف البحرينية إلى الصحف اللبنانية واخترنا منها صحيفة البناء وأبرز ما جاء فيها. المعلم، الإرهاب لم يميز بين السوريين والفلسطينيين. الجيش يستعيد السيطرة على جحار وجزل ويتقدم في الشاعر. تونس، مطالبة بعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. العبيدي، إيران تساعدنا ضد داعش. ومن صحيفة البناء اللبنانية إلى صحيفة البيان العراقية وهذا الخبر. العبادي في رسالة وجهها إلى قوات الأمنية والحشد الشعبي، كل بقعة تتوجهون إليها ستتحرر وعدوكم سيهزم أمام زحفكم. وفي البيان أيضا، وزير الدفاع، توصلنا إلى اتفاقات مهمة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. ومن الصحف العراقية إلى الصحف الإماراتية مع صحيفة الخليج. إجماع عربي على تشكيل قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب. ومن الإمارات إلى سوريا واخترنا صحيفة الثورة. قواتنا المسلحة تقضي على 20 إرهابيا معظمهم أجانب بريف إدلب، وعلى عدد من متزاعمي الإرهاب في ريف درعا، وتحبط هجوما على خط غاز إبلة بريف حمص. بتوجيه من الرئيس الأسد، العماد أيوب يطلع على سير الأعمال القتالية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. سوريا قدمت المساعدات للفلسطينيين رغم المؤامرة الكونية، وإجرام الإرهابيين لم يميز بين السوريين وإخوتهم الفلسطينيين. ومن الصحف السورية نختم مع الصحف اليمنية وصحيفة الثورة. 4 أحزاب يمنية تعلن رفضها المطلق للتدخل الخارجي. اعتبرت التحركات المشبوهة لبعض الأطراف عودة بالوطن لزمن الوصاية. ونختم مع هذا الخبر.
مصر والأردن تؤكدان دعمهما الكامل لوحدة اليمن واستقراره. مندوب اليمن في الجامعة العربية يطالب بتحرك عربي لدعم مسار الحوار ويدعو المانحين للوفاء بالتزاماتهم. الزياني: أي تدهور لأمن اليمن وتفويض لعملياته السياسية ينذر بأخطار تمس الأمن العربي والدولي. إلى الماضي الحاضر.